وصلنا معاكم دلوقتي لاخر فقرات حلقتنا النهارده واللي خصصناها دايما علشان تكون استشاره طبيه. استشارتنا الطبيه النهارده ليها علاقه بعالم الصحه والرشاقه واللي كتير من مشاهدينا بيستنوها علشان يتعلموا من خلالها ازاي يحافظوا على صحتهم ورشاقتهم. هنتكلم عن الناس اللي بيحبوا النشويات والسكريات واللي بالنسبة لهم بتكون زي الإدمان، مش عارفين يسيطروا على نفسهم من كتر حبهم ليها. وعلشان كده منورني في الاستوديو النهاردة الدكتورة مي عبد اللطيف، أخصائية التغذية العلاجية وعلاج السمنة من الفريق الطبي لشركة اون تارجت فارما، واللي هتعرفنا إزاي نعالج مشكلة إدمان النشويات والسكريات. أهلا بك يا دكتور، منورانا. مرسي، ده نورك. خلينا نبتدي في الأول عن إدمان النشويات والسكريات والجزء ده. خلينا الاول نعرف احنا ليه دايما مثلا لما بنيجي نعمل نظام غذائي او نيجي نبدا بقى نظبط اللايف ستايل بتاعنا وعايزين ناكل بقى اكل هيلسي، ليه دايما بنقول ننصح ان احنا نقلل النشويات وعلى قد ما نقدر نمنع السكر الابيض ونقلل كمان الحلويات. ايه ضررها على الجسم او ليه بنقول كده؟ النشويات لو انا اكلتها بكميه كتيره، اول حاجه بتدخل الجسم بترفع السكر في الدم، وعشان طبعا جسمي لما يلاقي كمية السكر أو نسبة السكر في الدم عالية لازم يتصرف، فعندي البنكرياس هيطلع عندي هرمون اسمه الإنسولين. الإنسولين ده إيه وظيفته في جسمي؟ كل وظيفته إن هو بيطلع عشان يقلل نسبة السكر في الدم. فطول ما أنا بقى عمالة أكل في نشويات وحلويات وكل الحاجات دي نسبة السكر هتعلى طبعا. بالتالي هيطلع إنسولين كتير عشان ياخد السكر ده ويدخله جوه الخلايا عشان يدي جسمي الطاقة اللي أنا محتاجاها. طب لو أنا بقى زودت بقى في الكمية على مدار اليوم وعلى مدار الأيام والأسابيع، إيه اللي هيحصل في جسمي؟ ساعتها هيجي على وقت على الإنسولين مش لاقي مكان، الخلايا خلاص كلها اتقفلت، هيبدأ يخزن السكر ده على شكل دهون في الخلايا الدهنية. مع برضو لو أنا استمريت في نفس الدايرة نشويات حلويات، إيه اللي هيحصل؟ هلاقي الخلايا بتاعتي اتقفلت، الخلايا الدهنية كمان اتقفلت. طب ساعتها السكر الكتير بقى اللي في الدم ده هيحصل إيه؟ هيفضل عالي جدا في الدم، وكمان الإنسولين ساعتها هيبقى عالي، فالاتنين كده عاليين. طول ما أنا السكر عالي والإنسولين عالي في جسمي، ساعتها جسمي هيبقى أكبر عرضة إن من أقل أكلة أو من أقل معلقة يخزن دهون بسرعة جدا. فده إحنا عشان كده بنقول إن إحنا عايزين نقلل نسبة النشويات، عشان لما تدخل الجسم الجسم يلاقي يعني يبقى مرتاح، ما عملش ضغط على الانسولين ان هو بقى يبدا يخزن او ياخد السكر ويخزنه في الخلايا بالزبط. عشان نبدا ما نحملش على الجسم ان انا كده بزود السكر، بزود نسبه تخزين الدهون، فبعمل اضرار كتير. هدخل كده ممكن في مقاومه انسولين، ممكن ادخل حاجه اسمها بري دايابيتك اللي هي المرحله قبل السكر بالزبط. تكيسات مبايض، هلاقي بقى مشاكل كتير، غير طبعا اهم حاجه السمنه، هتادي عندي السمنه مفرطه كمان. دكتور، الناس اللي عندها اوريدي ادمان للنشويات والسكريات، الناس دي تعمل ايه؟ تتصرف ازاي؟ ساعتها في ناس ما بتقدرش، يعني احنا دي تعتبر مشكلتنا احنا معظمنا، ان احنا بنبقى بنحب الباستا، المعجنات، الحاجات دي. ساعتها احنا هنعمل ايه؟ عندنا في شركه اون تارجت فارما في حاجات كتير قوي نقدر بنساعد الحالات المتخصصه اللي هي بتبقى بساعات بتوصل لحاله ادمان النشويات، ان هو مش قادر يبطل النشويات ولا قادر يبطل الحلويات. ساعتها هنعمل ايه؟ عندنا في كورس الانستيليوم ده عباره عن الياف طبيعيه، هي بتنزل المعده بتنفش بتعمل بالكينج، بتديني اعلى امتلاء في المعده عشان احس بالشبع. فبالتالي انا اهم حاجه ان انا اتحكم في الكميه، طول ما انا باكل كل اللي انا عايزاه بطريقه صحيه بس بكميه قليله، ده هيساعدني ان انا يعني اساعد جسمي واعوده ان انا ما حرمتوش من حاجه وفي نفس الوقت هخس. فدي كانت فكره الياف الانسيليم، ان هي تديني اعلى امتلاء، سيطرت على مشكلة الجوع والشراهة. كمان في عندنا كبسولات، الكبسولات دي كلها حاجات طبيعية، أهم حاجة فيها مادة اسمها جارسينيا كامبوجيا، المادة دي بتقلل الشراهة بتاعة الحلويات والنشويات. فأنا لما أخدها هلاقي غصب عني إن أنا خلاص حاسة إن أنا شبعانة، مش عايزة آكل مثلا الطبق الكبير المليان، لا أخدت معلقة معلقتين ثلاثة أنا خلاص أنا شبعانة، فكلت حاجة أنا بحبها بكمية قليلة فيها برضو حاجات بتساعد على الحرق، لان طبعا النشويات اكتر حاجه بتخلينا ان احنا نزيد بسرعه. ففيها كلها حاجات اعشاب برضو بتزود نسبه الحرق في الجسم، بتزود ان انا مثلا ما تخليش ان جسمي يخزن دهون من الاكله الجديده اللي انا هاخدها. هتساعد ان هي تبدا تحرق من الدهون الداخليه. فدي الحاجات الكورس اللي احنا لازم ان احنا نحطه للناس اللي هي بتعاني من المشكله دي، غير برضو ان في سكر سيسل، ده سكر دايت للناس بقى اللي بتحب الحلويات، الكيكس، الكوكيز، الحاجات دي. كنت لسه اسالك، في مش كل
كل الناس بتقدر ان هي تعيش من غير سكر او تعيش من غير طعم السكر، يعني دول يعملوا ايه؟ ما احنا عندنا بقى سكر السيسل ده هو احسن حاجه فيه ان هو طبعا نفس طعم السكر الابيض، لان في ناس كتير حالات جات لنا قال لنا يا دكتور انا مثلا بحب السكر الابيض، ما تدينيش مثلا بدايل عسل او اي حاجه تانيه، هم عايزين الطعم ده. صح. فسكر السيسل ده نفس طعم السكر الابيض بس طبعا مش بنفس الاضرار خالص، بالعكس ده هو امن جدا، بيقلل ما بيرفعش نسبه السكر في الدم، فاللي عنده مثلا سكر يقدر ياخد. هو ده بيبقى ايه؟ بيبقى سكر فاكهه يعني؟ بيبقى عباره عن ماده مصنعه اسمها ساكرالوز، الماده دي نفس طعم السكر الابيض بس بيبقى طعمها حلو، يعني مش اللي هو المسكر اللاذع او ان هي تغير طعم المشروبات او الحاجات دي. والماده دي اصلا واخده يعني مصرحه من هيئه سلامه الدواء والغذاء، فما فيهاش اي مشكله وملهاش سعرات حراريه. هو بيبقى عباره عن اكياس، الكيس بيعادل معلقتين من السكر الابيض في طعمها مش في قيمتها الغذائيه. لا ففي ناس بقى في الكميه يعني، ففي ناس مثلا يعني الكيس ممكن لو انت مش بتحبي الحاجه مسكره قوي تستخدميها على مرتين او ثلاثه كمان. ما بيعليش السعر، يعني كانك ما خدتيش سكر اصلا، يعني ما فيش سكر دخل جسمك، لان السكر هو برده اللي بيعلي اللي هو السعرات الحراريه، فانت شربتيه انت ما دخلتيش سعرات زياده. كمان ما بيتفاعلش مع درجه الحراره وما بيتاكسدش، يعني ممكن تحطيه في الحاجات السخنه، في الكيكس، ممكن يدخل الفرن تعملي يا اميره انت ملكه الكيك. لا بجد لازم تجربيه. لا بس هيفضل برضو دكتور الناس بتخاف من بدائل السكر ودايما في كلام انه بيجيب امراض، ويعني الناس دايما بتخاف من. ما هي احنا لازم اهم حاجه ان نبقى مطمنين من المصدر، نبقى عارفين ايه المواد اللي موجوده فيه. فزي ما قلت لحضرتك ماده السكرولوز دي ماده اصلا واخده يعني الموافقه من هيئه سلامه الدواء والغذاء ان احنا نصنع السكر. ده اهم حاجه، ان هي كمان امنه للاصحاب اللي عندهم مرض السكر، فممكن هم كمان يشربوا اي حاجه مسكره، عصاير، اي حاجات سخنه من غير ما تعلي عندهم السكر في الدم. والاهم كمان الاطفال بيحبوا بقى طبعا الكيكس بقى الحاجات يعني حاجات كتير قوي تتعمل بيها، فممكن نعملها. وكمان السكرالوز دي احسن حاجه فيها ان هي بتحافظ على المينا بتاعه الاطفال من التسوس. السنان. بالظبط. فاحنا ساعتها هناخد السكر ملوش اي اضرار، ما اداني نفس الطعم، ما حافظت على جسمي انا ما دخلتش سعرات زياده جوه جسمي. فهي السكر السيسل ده برضو من الحاجات المهمه جدا اللي لازم تبقى موجوده عندي في الكورس. حلو قوي، حلو قوي، يعني حاجه هايله بصراحه. طيب النشويات. النشويات ما هي مشكله النشويات، هي في ناس فعلا ما بيعديش يوم الا لما تبقى لازم تاكل نشويات. ده اساسي. واحنا الحمله بتاعتنا طبعا اللي هي قطع الابيض. ايوه قطع الابيض ده مش ما ياكلش معانا خالص. بالظبط. احنا نقطع الابيض ليه؟ قطعوا ليه يعني؟ انت بتقولي كده يعني لا ليه؟ طب ما اصل السكر الناس الأبيض. خلي بالك الناس برضو اللي بتحتاج النشويات، يعني كلنا يعني، وانا واحده منهم استاذه هند طبعا. لا انا قله النشويات بتدينا قله النشويات بتحسسنا بجزء من الاكتئاب. ارياف. يعني عايزه كده، عايزه عصبيه طول اليوم، عايزه ساندويتش، عايزه اي حاجه، عايزه حاجه مسكره حلوه يعني، فاهمه؟ ما هي الفكره في الكميه. عايزه فطيره كاستر. يا نهار ابيض. الدكتور عايز يضرب عليها سكر. ايوه ولبن كمان كده. انا باجي معاكم بجوع بصراحه، وعايزه لازم اجوع الفقره دي قوي. فاحنا ممكن ناكل كل الحاجات دي، بس زي ما قلت حضرتك مثلا هنستبدل السكر الابيض بسكر السيسل، هو نفس الطعم. فانت لو انت جربتيه، انت يعني انتوا لازم تجربوه وتبقوا تقولوا لنا المره الجايه ان شاء الله. قولوا لنا ايه رايكم. احنا معانا صور التواصل الاجتماعي. تمام. هي بتبقى عن طريق الارقام على الشاشه، مكالمات واتساب، يقدروا يكلمونا او الاوفيشال بيجز بتاعتنا اون تارجت فارما على الفيسبوك، والاوفيشال بيج بتاع الدكتور نهال حافظ على الفيسبوك برده، وعلى الانستجرام بقى اون تارجت فارما ودكتور نهال حافظ. بيبعتوا لنا وهيلاقوا استماره اونلاين، بيبداوا بقى بنبقى فيه اسئله، بنعرف بقى الوزن والطول عشان نقدر نحدد لكل حاله الكورس المناسب ليها بالنظام الغذائي. طبعا بتبقى متابعه للنظام الغذائي، متابعه مجانيه طول فتره الكورس. فبنبدا بقى نتابع الكورس بالجرعات بالكميات لمده قد ايه مع النظام الغذائي عشان نوصل لاحسن نتيجه في اقل وقت. طيب يعني انا دلوقتي لو خدت كورس الاناسيليوم هضمن ان انا شهيتي هتقل؟ تمام. ده علشان الفايبرز اللي فيه بتنفش. طب هيبقاش عندي نفس كمان للحلو وللنشويات؟
هو يعني زي ما قلت لحضرتك الكبسولات دي هتسدي نفسي يعني يا دكتور؟ لا مش هتسدي نفسك لا. احنا الفكره دايما في التغذيه او احنا نيجي نعمل دايت بلان ان احنا نتحكم في الكميه. يعني احنا ممكن مفروض ان احنا نعرف ازاي ناكل بذكاء، ناكل كل اللي احنا عايزينه بس من غير ما اخلي جسمي يخزن دهون. هي الكميه فعلا، هي الكميه بالزبط. لو فهي دي فكره الكبسولات، اكل كل اللي انا عايزاه ومش هتخن. هي الكميه ما هو ده، هي دي اللي بتعمله الكبسولات، ان هي بتقلل الشراهه. يعني مثلا كنا مثلا بناكل طبق رز كبير بقينا ناكل نص، كنت باكل نص بقيت اكل ربع بسبب الكبسوله دي، فهي قللت الشراهه ما سدتش النفس. ان سد النفس ده مش حاجه صح. لا طبعا اكيد طيب عايزين ندخل كل حاجه صحيه لجسمنا. حلو، انا دلوقتي لو اخدت الكورس ده، الكورس ده بيقلل شهيتي ولا بيحسسني بالشبع؟ لان اكيد حضرتك عارفه ان في فرق كبير جدا بين الشهيه والشبع. انا ممكن ابقى على طول شبعانه بس نفسي زي كده. ايوه، ما هو ده برضو الالياف دي اللي بتعمله ان هي زي ما قلنا بتشغل اكبر حيز من المعده، عشان دي للناس اللي عندها مشكله ان هي مش عارفه تعمل كنترول على الجوع، او مثلا تقولك انا طول ما الاكل قدامي انا هاكل، انا يعني ما تحطي طبق قدامي هتلاقيني هطلع ومش جعانه هاكل. مكنه كانت اكل. بالظبط، في ناس فعلا كده. فده الالياف ليهم بتبقى هتحسسهم بالشبع، فهتيجي مثلا تاكل هتلاقي اخر ربع في المعده بس هو اللي حاسه فيه بالجوع، فالجوع بتاعها قل قوي. الشراهه بقى ناحيه النشويات والحلويات برضو هنديها بقى الكبسولات. الكبسولات دي هتقلل الشهيه جدا، هتحسسني كمان، هتزود احساس الشبع، وكمان فيها بقى زي ما قلنا حاجات بتحرق الدهون، يعني هتحرق من الدهون الداخليه اللي في جسمي، وكمان من الدهون بقى لو انا بقى خلاص مصممه هاكل بقى حاجات بقى من بره نشويات كتير او كده، هاكل بكميه قليله وهتحرق الدهون اللي موجوده في الاكله اللي من بره. فانا كده حليت كذا مشكله، حليت مشكله الجوع، زودت احساس الجسم بالشبع، زودت حرق الدهون الداخليه، خليت جسمي يحرق من الدهون اللي موجوده جوه، ودي كل حاجه احنا كلنا عايزينها انه نحرق أكيد. الدهون اللي جوه صحيح. وكمان نحرق بقى من الدهون، ما نخليش جسمي يخزن من الاكل اللي انا لسه هاكله ان هو يخزنه في جسمي، خليه يطلع على طول. أوكي. فهي دي وظيفه الكورس. طيب يعني لو في نصايح كده دكتور معين عايزه تديها لحد عايز يبتدي يخس ويقلل من اكله النشويات ويتحكم في شهيته شويه، تقولي له يعمل ايه؟ اول حاجه طبعا الميه، لازم نشرب ميه كتير جدا. اول ما نصحى كوبايتين ميه قبل كل وجبه، عندي اقسم كوبايات الميه كوبايتين او كوبايه مثلا. ان انا انام بدري، لازم مثلا من الساعه يعني مش هتبقى 8، ما حدش بينام 8 قوي، مثلا 10، لان عندنا في هرمون اسمه هرمون النمو ده بيطلع، ده بيساعد برده بيزود الحرق عندي. فلازم انام بالليل وما بقاش قلبه يومي. فاحنا لو نمنا بدري، شربنا ميه، لعبنا رياضه لو احنا قادرين، ظبطنا، خدنا الكورس طبعا، لان الكورس ليه دور كبير جدا ان هو بيسد الشهيه، خدنا الاناسيليم قبل كل وجبه، الكبسولات لو انا بقى خارجه مثلا وعارفه ان في عزومه بقى مثلا محاشي حاجات كده كتير، خليته معايا في كل مكان، فانا كده خلاص يعني ظبطت جسمي، ظبطت اللايف ستايل بتاعي، قللت الكميه، زودت الحرق عندي، فساعتها هبقى انا حابه الشيب الجديد والوزن اللي انا وصلت له. والاهم من كده صحتي، هلاقي طبعا الدهون دي لما بتنزل صحتي بتفرق، النفس، الحركه، كل حاجه عندي بتفرق. فساعتها احنا وصلنا يعني لهدف حلو قوي يعني. وشرب الميه، شرب الميه الناس بتستهون بيه، انا كمان مش بستهون بيه، بنسى. لا هند ما بتشربيش ميه خالص. هند ما بتشربش ميه خالص، دايما بتقول بص بتفضل كل حاجه، بحاول ان انا اكمل الصوره. استاذه اميره بقى بجد فعلا بحاول دايما افكرها انها تشرب ميه بس. عارفه عايزه اقول على حاجه بقى مهمه، لما بقعد اسبوع بقى في الجيم وكده وابقى بقى مركزه مع شرب الميه بتاعتي، اول حاجه بشوفها بشره خطيره. دي حقيقه، ديتوكس، بتعمل ديتوكس للجسم، بتنقي السموم يعني طبعاً. وفي فتره كنت بعمل دايت فيها وبتمرن وبشربش ميه كويس، فعلا حرقي ما كانش احسن حاجه. لما ظبطت الميه، يعني اللي الدكتور بتقول عليه ده مهم قوي، انه نشرب ميه علشان الحرق بتاعنا يشتغل. اكيد طبعا، ما ده اهم حاجه. ومثلا في ناس بتقولك انا بكسل، احنا لو قسمنا الكوبايات على قبل كل وجبه مثلا، عندي هلاقي ان انا على اخر اليوم انا شربت 8 كوبايات وانا مش واخده بالي. بالظبط، كوبايه قبل كل وجبه، كوبايه بين السناكس، بين الوجبات عندي. فالميه فعلا مهمه جدا، بتنظف الجسم، بتخلصه من السموم اللي موجوده، بتعمل عندي ان هي بتزود الحرق، بتظبط الميكانيزم بتاع الحرق بتاع الدهون عندي. فالميه مهمه جدا. انت رايك ايه في الميه اللي هي الديتوكس ووتر، اللي هي بتقطع فيها خضار او فاكهه وبتتشرب؟ هل فعلا في حاجه اسمها ديتوكس ووتر ولا هي حلوه جدا للناس برضو ممكن استغنى عنها بقى، عن الحاجات الغازيه اللي طبعا كلها دي يعني سكريات
برضو انا مفيش حاجه قلتها أنا غلط. انت ما بتعمليها جدا. المره الجايه هجي لك بالبيتزا والفطيره والسكر. نقعد بقى كلنا ناكل. دي ممكن على فكره احنا بنستخدمها ان هي تغني عن الناس اللي بتحب المشروبات الغازيه قوي وبتبقى برضو مش حابه طعم الميه. فلو احنا مثلا ميه حطينا مثلا فيها شرايح برتقان، نعناع، ليمون، الحاجات دي بتبقى بتديكي احساس ان انت شربت بتغير طعم الميه وكانك شربتي بقى حاجه كانها عصير مثلا او حاجه. فيتامين سي طبعا لو حطينا برتقان، ففعلا ديتوكس ده هايل قوي بس لو احنا انتظمنا عليه. يعني مش مثلا في يوم اخلص ازازه واقول ايه ده انا شكرا. لا الاستمراريه دايما، الاستمراريه دايما مهمه في اي اكيد شيء. الحرق يا دكتور، يعني اللي اعرفه في قصه الحرق ان لازم يبقى عندك الكتله العضليه كبيره في الجسم علشان ده بيزود الحرق. ازاي نزود الكتله العضليه؟ ده بيبقى عن طريق زياده البروتين. اكيد هو البروتين، ان احنا نقلل النشويات. اتفقنا هنقلل النشويات. برضه انا مش عايزه اوضح قوي يعني. ان احنا نقلل النشويات، نمنع السكر الابيض، نستبدل بدائل صحيه، ان احنا ناكل بروتين. في برضه يعني البروتين ده اهم حاجه عندي، لان انا الكتله العضليه انا ليه دايما اقول انا لازم عشان اعرف مثلا ان انا ماشيه صح، ان انا لازم اكون بخس دهون مش عضلات، لان العضلات دي هي اصلا اساس تكوين جسمي، هي اللي بتزود مناعه الجسم، هي اللي بتديني الشكل اللي انا محتاجاه، هي اللي بتحافظ على عليا كانسان يعني. بالزبط. فان انا ازود بروتين لازم ازود فراخ، لحمه، اسماك، مثلا الناس سردين برضه حاجه. انت بتروحي للحاجات مليان فسيخ. يا نهار ابيض. طيب انا احنا لازم نعمل حلقه عن الحاجات بقى، شم النسيم بقى والحاجات دي، نبقى كلنا بناكل بس ازاي نحاول كميه اهم طيب حاجه. الناس اللي بتطلع كل يوم على الميزان، كل يوم مش كل يوم، كل يوم كل يوم كل يوم بتطلع على الميزان وتشوف انها ما خستش، انا يعني عايزاكي بس تقولي لهم ان ده مش صح، لان في حاجه اسمها ان بودي بيتعمل بيشوف اللي نزل من جسمك دهون، ميه، ماسلز، فالمتابعه بتبقى كل قد ايه علشان اعرف ان انا ماشيه مظبوط. ويعني ضروره عدم طلوع على الميزان دي كل يوم، لان انا شايفه انها بتحبط، لان ساعات لما بتبقي ماشيه على دايت اسبوع بتيجي في اليومين اللي قبل بجد قبل الاسبوع ما يخلص او في يوم كمان تلاقي فعلا حصل فرق. بالظبط. فكل يوم ده لا، غير ان الميزان اصلا احنا لازم نلغي فكره ان انا اطلع على الميزان، لان الميزان احنا دايما بنسميه الميزان الكذاب، هو بيخدعني. انا ممكن على فكره اطلع على الميزان اول 3 ايام والاقي نفسي نزلت 3 كيلو، بس 3 كيلو دول ايه؟ هل هم دهون؟ هل هم عضلات؟ اول اسبوع دايما اللي بينزل من جسم بتبقى الميه اللي بتبقى متخزنه في الجسم، وممكن تبقى عضلات. فانا ممكن اطلع على الميزان افرح قوي ان انا خسيت 3 4 كيلو وابدا بقى اكمل في الدايت بتاعي مع ان هو غلط، اجي بقى على اخر الشهر الاقي ان انا شكل جسمي باظ، مناعتي باظت، عضلاتي قلت جدا. بالزبط. فالميزان ده مش بيحكم ابدا انا خسيت ايه بالظبط، الكيلوات دي عباره عن ايه. فالان بودي زي ما انت قلتي فعلا هو اللي بيوريني الكومبوزيشن بتاع جسمي من جوه، نسبه الميه، نسبة العضلات، نسبة الدهون، مفروض أخس إيه، هو بيوريني تكوين جسمي كله عشان أعرف أنا نزلت صح أو أنا ماشي على الدايت بلان صح ولا لأ. المزورة احنا لازم نستخدم المزورة، بقيس بقى محيط البطن، الأرداف، ممكن الدراعات برضو. عشان كده القياسات هي اللي بتفرق، هي اللي هتخليني أعرف أنا نزلت دهون ولا لأ. فأهم حاجة أنا أبعد الميزان، لأن في ناس بقى يا إما بقى يعني حاجتين، يا إما هيخس فهيلاقي نفسه مبسوط وممكن يبقى عامل أصلا ماشي على دايت غلط فينزل عضلات، يا إما مثلا يلاقي نفسه ما بيتحركش. بالظبط. في ناس بتبقى ثابتة في الوزن بس هي مقاساتها بتتغير، هي حقيقي نزلت بس نزلت دهون، مقاسات دهون وطلعت ماسلز، طلعت عضل. أيوة. فما حصلش الخسسان ما بانش. بالظبط. فده بيحبطهم جدا. فاحنا لازم تبقى يعني المزورة هي أهم حاجة. وبتبقى مثلا في الاول بناخد قبل ما نبدا الدايت بناخد بقى القياسات الجسم دلوقتي عامله ازاي، مهم قوي. ممكن بعد شهر بقى هيلاقوا بقى نتيجه، طالما طبعا التزمنا بالكورس مع النظام هم هيشوفوا شكل جسمهم بقى عامل ازاي. ايوه هيشوفوها اكتر في مقاساتهم. اخيرا يا دكتور لو حد حابب يتواصل معاكم عن طريق الارقام اللي بتظهر على الشاشه، مكالمات واتساب، وعن طريق الاوفيشال بيجز بتاعتنا اون تارجت فارما على الفيسبوك، والاوفيشال بيج بتاع الدكتور نهال حافظ، وعلى الانستجرام اون تارجت فارما، والبيج بتاع الدكتور نهال حافظ. دكتور مي عبد اللطيف اخصائيه التغذيه العلاجيه وعلاج السمنه، نورتينا كالعاده وشرفتينا. واحنا كمان بتمنى ان احنا كلنا ناخد بالنا من صحتنا، سيبكم الهزار اللي انا بهزره، بس لازم ناخد بالنا من الاكل، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. برافو، دي حاجه مهمه قوي. خلصت حلقتنا النهارده من الحريفه، استنونا ان شاء الله يوم الاربعاء الجاي.